فضيلة الشيخ، ما حكم من أعطى زكاته أناس من أقاربه ولكن يزورهم هو وأولاده وزوجته ولكن يزورهم هو وأولاده ويأكل عندهم ويشرب، ربما تدخل الزكاة بالطعام، هل عليه حرج من ذلك؟ ليس عليه حرج، يعني إذا أعطيت من يستحق الزكاة زكاتك من قريب أو غير قريب، ثم عز دعاك أو أنت سيرت عليه وشربت مما يشرب وأكلت مما يأكل فلا بأس، لأنه ملكها وأنت أخذت منه على سبيل، يعني وأنت تناولتها على سبيل الدعوة أو التبرع أو ما أشبه ذلك، حتى لو فرضنا أنه أهداها إليك لمناسبة ما فلا بأس. المحذور أن تشتريها منه، لأنك إذا أعطيته زكاتك ثم ذهبت تشتريها منه فالغالب أنه ينزل لك من الثمن، لأنك أنت الذي مانعت عليه بها. إذا نزل لك من الثمن فمعناه أن بعض زكاتك عاد إليك بهذه المحاباة.